مرحبا اهلا وسهلا بمقطع جديد لفيفا. اليوم مع الخير صحيت وشفت واحد جاي يسوي درافت، شفت اللاعبين الاسطوريين اللي وياه فحكيت ليش ما اسوي درافت، خاصة انه فعلا سويت درافت كان عندي 15000 وصرفتها. ما اريد من درافت اي شيء غير انه يا جماعة الخير نجرب اللعيب ونشوف طاقات ونجرب ضد ناس اقوياء. ليتس جو، اول مرة اجرب درافت في حياتي. توقعوا يطلع لنا كريستيانو وما ادري وهذول يعني. صراحة هنا خطة 5-2-2-1 هو الناس يحبوها. هنا حاليا لحظة الحقيقة. والله اوكي كومان لاعب اسطوري يعني، بس بعد لاعب عادي. ميسي بليز، ميسي ليو. وين ميسي؟ وين ميسي؟ اختار لاعب من ارسنال، ليش ما ادري. منو هذولا بويز؟ رونالدو. بويز منو جاي يطلعوا لي هذول؟ شرفكم والله، حظي خرا اصلي حظي خرا والله، كلهم خرا. ادي هاي مال ستيرلينج، والله ممتاز هاي مال ستيرلينج، بطاقه مال ستيرلينج هاي فتشي بويز. يعني ما شاء الله ولا لاعب محترم ولا لاعب يعني فتشي. الدفاع اهم شيء، لانه انا جدا اعاني بالدفاع، اهم شيء الدفاع. والله فاران ممتاز، جدا ممتاز فاران والله، كلهم واحد اخر من الثاني، بس نوعا ما لونغلي يتماشى مع فاران يعني بي شوي ترتيبات. بليز بليز، منو هذول بليز؟ براذر كلهم خرا والله، بس برازيلي هذا منو؟ نوعا ما راح اطلع بطاقات ان شاء الله الامل بيهم، لانه هنا تفشلنا يعني. شرفتكم كلهم تحت 75. بليز مان بليز براذر، هم براذر. واو يا شباب يعني ارحموني. اوه والله برنالدو سيلفا، مستحيل ما اختار برنالدو سيلفا هاي. بليز واحد ممتاز، اريد واحد يشيلني هيك، يشيلني شيل والله يعني. راح اختار سيميدو، طاقة سيميدو هاي الصورية. ماتو لاعب يا شباب، اريد لاعب هيك ار بي هذا. بليز ارحمونا بلاعب ممتاز هواية والله، ثاني مني ممتاز هواي بعد. بليز اللاعبين باقي لاعبين، بليز محترم، لاعب محترم الله يخليكم والله يعني معليش، بس منو هذول كلهم؟ والله راشفورد يا اهلين، والله كيمش وراشفورد واحد احسن من الثاني، بس كيمش ما عندي مكان الا تحبي توب 100% توب. هذه تشتيلتي يا شباب، والله مو راضي عنها صراحة يعني. اوكي اول جيم يا جماعة الخير، ان شاء الله تيم اوف ذا يير نطلع لي ولا لاعب من تيم اوف ذا يير، بس نوعا ما حاليا هذا الشيء اللي امامنا مو قوية لدرجة فان دايك. كنت اتمناه بس ما حرامات يعني، كنت اتمناه، اتمنى انه يكون لاعب بسيط وخفيف على الدم. Hello everyone, the weather forecasters promised us a very pleasant day for football and that's exactly what we've got. والله يا شباب شوية متخوف، ادري بان راح اخسر راح اطلع. Just watch how close he keeps the ball to his feet. He lures defenders in, then quick turn of pace and he's away from you. Brilliant player. And return to Mane. Please. Quick thinking there. والله اللاعب اللي ضد ضعيف. Crossing opportunity. منو هذا الأخ؟ واو يا الهدف! تأخذ بالمدافع وجت هدف خرب يومه. Oh my الله ما جاي. لا بلعد ايزي. بلعد ايزي. راشفورد انطي هنا راشفورد. ايش يوم ما تسجلها يا مان يا خرا. والله خرا. يا راشفورد تعال غلطوب، تعال افتح. والله يا بويز بهدلنا والله بتبهدلنا، متوتر والله، اعرف العب والله اقوى منه بس متوتر خايف هاي المشي، خايف هو عنده لاعب من قبل فمهيج شلون متوتر، عارف انه اذا خسرت راح اطلع ويك.
So let's see how the second half pans out. And Anholt, he's in with a chance. Rashford! Oh my God, yeah, Rashford, يا الله! والله حظي 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 بويس حظي حظي. Oh my God, شلون تجاوزه؟ بعد تجاوز انت وباع باع مني باع مني باع مني باع مني. اي مو ما مقدمه ما مقدمه. يا ربي. قدمه خمسه امتار الحارس خمسه امتار. والله باران ارجع من باران ارجع منهم باران والله اني تبهدلت والله تبهدلت والله اني اصلا ما لازم العب اني عرفت عرفت والله عرفت حظي زباله عرفت بس يلا دوري بس العب غرب يا بابا 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 ايش يصير يا ناس اللي جاوا يا بطل واو يا واو يا انطيني تسلل انطيني تسلل فد مره وربا فاران سجلها بشرفكم بويز فاران Nelson Semedo, here's Bernardo Silva. It might be great serve. وين دخل وهنا دخل وما سجل شو اسوي بعد اللي يلعبون بعد وياكم افشل درافت عرفته التاريخ لا جربت اللاعبين اللي ببالي فزت بجوائز ولا اخره هيك والله جوزيف جاي تسوي والله طلعوا لي باكات جولد باتش وسيلفر باتش والله امشي السيلفر يعني يلا يا بويز خلونا اول شيء نجرب السيلفر جربوا مثل بالاخره يا ثانك يو ثانك يو ثانك يو انا واثق بارنولد احب ارنولد اني فنبدا من ويا ارنولد طبعا يعني جرري هل انت مبسوط معانا بختافي استمتع بختافي بالعرض ايش متوقع منهم شيء احسن هذول اي اي سبورت اتوقع يفشلوني اريد يفشلوني بليز بويز بليز بليز فشلوني جلالي واحد اسوأ من الثاني يعني ما ادري رايحين الدوري الاسباني ومختارين اسوأ اللاعبين بقى اثنين